مع استمرار العدوان الإسرائيلي واشتداد شراسته بحق أبناء شعبنا الأعزل في شمال قطاع غزة، تعرضت طواقم المديرية العامة للدفاع المدني أمس في منطقة مشروع بيت لاهية إلى استهداف مباشر ضمن مخطط إسرائيلي لتفريغ مناطق الشمال من السكان ومنع تقديم الخدمات الإنسانية أو الطبية في هذه المنطقة. تفاجأنا أمس بتحليق طائرات مسيرة إسرائيلية إكواد كابتر في المكان الذي تتواجد فيه طواقم المديرية العامة للدفاع المدني برفقة طواقم الخدمات الطبية بمنطقة مشروع بيت لاهية، تطالبهم عبر مكبرات الصوت بترك مركباتهم والتوجه فورا إلى المستشفى الأندونيسي حيث يتمركز هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمنع عبور أي من المواطنين إلا من خلال الفحص والتفتيش. وأثناء محاولة الطواقم إخلاء المكان أطلقت عليهم طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخ بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابة 3 من طواقم الدفاع المدني بجروح مختلفة. كذلك تم استهداف مركبة الإطفاء الوحيدة التي ما زالت تعمل وتخدم ما يزيد عن 300,000 نسمة في منطقة شمال قطاع غزة بقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدميرها واشتعالها بالنيران وخروجها عن الخدمة.